السلام عليكم. كما كتشوفوا باقي مستمرين في التكوين ديالنا اللي هو النحت مادة الحديد. السيمانة الثانية عندنا الأسبوع الثاني كما كنقولوا هذا، إن شاء الله غادي ندوزو العمل تطبيقا بعد ما دوزنا الأسبوع الأول كل ما هو نظري نيفو تاع التيستون والرسومات. إن شاء الله اليوم غندوزو لمرحلة أخرى. كما كتشوفوا جبنا المواد اللي كنطلبوها بحال الحديد، و جبنا بعد المواد اللي غنخدمو بها بحال الفيلاس والقبس، و جبنا بعد لي ستاتي اللي غادي يكونو كنموذج. كما كتشوفو السي حمزة خدام هاد الدري داخل، ان شاء الله اللي يكون على خير. اخر المطاف غادي ندير واحد معرض لجميع المنحوتات ديالنا في هذه السباطة اللي كتشوفو. معكم ان شاء الله على خير، وشكرا كاع الناس اللي دعمونا على من برا الجمعيه ولا من داخل الجمعيه. كنشكروا كل شيء جميع، وديما موسيقى وديما فن حتى الموت. كما كتشوفوا حنا الباسبورمون ترافاي ديالنا، كتشوفوا الاستاذ حنين
كم نحمي سجنيني كم نحمي سجنيني نورز نوار هيني وصوت الوحوش الوحوش قلاني كاسة وفسيح الوحوش الوحوش قلاني كاسة وفسيح I'm tired.